السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوات تسجيل الاستمارة للثانوية، بس الفيديو ده خاص بالثانوية الأزهرية. 10 خطوات هتتم بيهم تسجيل الاستمارة. طبعا إعلان قطاع الأزهر بدأ تسجيل الاستمارة من يوم المفروض الأربع حتى يوم 24 فبراير الجاري. هنسجل الطلاب الاستمارة بالخطوات اللي أنا هقولها دلوقتي. خلي بالك عشان كده الإمكانية تسجيل الطلاب الاستمارة الامتحانات الإلكترونية على يقوم الطالب بعد انتهائه من التسجيل هيطبع الاستمارة ويوقع عليها مع ولي أمره ويسلمها لمعهده عشان تتم مراجعتها والتأكد من صحة البيانات اللي فيه. والقطاع حدد خطوات هتمشي بيه. أول حاجة هتدخل على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات. هتسجل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب ورقم السري اللي بتاخده من المعهد بتاعك. هتحط اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي او جواز السفر. هتسجل رقم الهاتف المحمول بتاعك الخاص بيك ورقم التليفون الارضي ويكون شغالين خلي بالكم، وتاريخ الميلاد والبريد الالكتروني والمنطقه اللي انت ساكن فيها. بيانات اخر شهاده حصلت عليها وعامل حصول عليها، اللي هو الشهاده بقى انت اعدادي، شهاده فني، المهم تبقى معاك الشهاده بتاعتك. تسجيل المنطقه الازهريه والاداره التعليميه التابع ليها، الطالب والمعهد انت بتدرس فيه. بتعمل اختيار الشهادة، خلي بالك المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب. حالة الطالب مستجد باقي للإعادة، بتختار انت فيهم اي انهي واحدة فيهم تبع ما انت مستجد او باقي للإعادة. والقسم رياضيات علوم واللغة ومواد رسوبه اذا كان باقيا للإعادة. يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط. بيضغط على الطالب على زر حفظ وارسال، بيقوم طباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد. يكون طبعا معاك ولي الامر بيمضي عليها وتسلمها المعهد، وربنا يكتب لكم الصحه والسلامه ان شاء الله، وتكون سنه حلوه عليكم وتدخلوا احلى كليات ان شاء الله. هتتابعنا اول باول جميع اخبار الازهر، كن معانا في قناتكم قناه اجيال الاندلس. في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.